مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. وكما شفتوا توا يظهر لي وقايه مدام مونيا غزير. صباح الخير مدام. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. صافا؟ عايشك الحمد لله. الحمد لله. دونك باش نحكيو على بيماوك بيان سو، على البرودوي نتاعكم، على المعارض شنو صار فيها وما صارش، مريض بالبوليسيه ولا بلاش. اما قبلنا نرجعوا واحده الشفه طحيه. مرحبا بكم، مرحبا مدام مونيا. انا حبيت فاطمه نوريكم كيفاش نفوح الشربه نتاعي. هذه شربة وردة، خذيت لسان عصفور هي اللي بتجي مفورة. نحي مفرغ البكوات نتاع الشربة. أنا خذيت شوية زيت زين حطيته في السحفة باش نفوح الزيت اللي بشي هو اللي باش يلف لي الملح. نحطه طول فوق الشربة على خاطر لي بات اون جينيرال في تونس راهم مسوسين. الكركم نحطه في الزيت ديريكتومون على خاطر يعمل اون انفوزيون هي اللي تدخل في وسط معناها الفاح نتاعي. ونحط شويه سكنجبير، قلت لكم انا مفوحش ياسر في الطنجره باش نفوح الزيت اللي باش نخدم به الشوربه نتاعي. هو اللي باش يتلف فيها الزيت، الزيت اللي خذيته قلت لك زيان هو اللي باش نخلطه باش يلف لي الشوربه فرد مره. هذايا هو اللي باش نبسس به، مش نبسس يعني نخلط به الشوربه. يلزمها كل حبه شوربه تمس الزيت، كان يقعد بقايع ماهمش ماسين الزيت هما راهم اللي عجنوا في التسقيه بعد التفوير. هذاك علاش انا نصب لها زيت. هاكم هوني ما صبيتش ياسر زيت، الزيت كله نعوضه في وسط الشوربه. نخلطها مليح 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 مشوار، وانا نخلط باش الفاح يدخل في وسطها والزيت يجوز في وسط، معناها يلونغوب يلفها، يلف كعبه الشوربه باش تولي كلها مزيته ما تعجن ليش. حتى لو كان تغلي في الطنجره كامله لا تعجن ولا تتلبق ولا يصير لها حتى شيء. هو اللي يعمل لي تونشيتي بين الحبه وبين العرق ويخليها تفور وتفتح من غير ما تتلبس. هذه يا فاطمه تكنيك حبيت نوريها لكم باش تشوفوا كيفاش نخدم الشوربه نتاعي مفوحه. وحتى تعرف وقت اللي انا مثلا مغرومه بالماكله الزعره، وقت اللي نفورها هكا زعره تلمون الفاح داخل في وسطها بنينه. ساعات نسقيها زعره ما نحطلهاش حتى شيء، نحب الماكله البيضه تجي حتى البات تولي بنينه برشا. وكم بات ورده ما تعجنش تجي محلاها كيني قلوب جويده، ياسر بنينه الشوربه فريمون. دبرت منيا اليوم خارقه للعاده، هذا اللي حبيت نوريها لكم. اغزروا لونها كيفاش تبدل الشوربه. تو باش نحطها تفور لطون اللي يطيب الدجاج ويطيب الفاح نتاعها تولي فريمون حاجه نهائيه. شكون من المنيات؟ عندنا زوج منيا. لا مونيا الكل كل تخدم برشا دونك ولد حتى تدبر علينا حتى في الكوجينه مسكينه مونيا الحرزي مسكينه. دونك نرجع نحكي مع مدام مونيا غزايل. الوغ حكينا على شو صار. مونيا غزايل كنت في صفاقس، تحب نقول لهم الكلهم ان غران غران ميرسي للي جاونا واللي امنوا بمنتوجات بيموك الطبيعي فريمون في معرض يقدم لينا. سيتي معرض اكسترا اوردينير organisation Tayara. Un grand merci, merci Madame Laila Qasm ou Mehdi Qasm. واللي جاونا الكل كبير وصغير واللي يتبع على حسي. صح صح صح. يعيشهم ميرسي فريمون ان غران ميرسي اللي برشا عباد جاونا. سورتو تعدي زاده غادي مع مهدي قاسم في الراديو، ثم تيمونياج نتاع كليونت فريمون. العباد فرحانين الحمد لله يا ربي لله. واللي خذاو من المره اللي فاتت جاوا للمره هذه. حاجه اخرى نحب نقول لهم، راهم لي بخي اللي موجودين في المعرض ولا اللي موجودين في السنتر راهو لو ميم بخي، ما ثماش سوم يتعدى في المعرض. دايور يلقاو لي بخي كلهم محطوطين على الدبابس. دونك لو بخي اللي موجود في المعرض راهو هو بيدو اللي موجود في السنتر، ثماش هذيا الطفله زادت ولا نقصت ولا اي حاجه تراو الكل معناها عليهم لي بخي نتاعهم. المنتوجات كل فيهم لي بخي، لي بخي كلهم افيشي كيف كيف. حاجه اخرى المره الجايه البروشينمون معناها نكملوا بالامبلاج اللي عندنا بيان سور. هذا الامبلاج جديد يعيشك اللي هو نتاع السيغام اللي هو معمول بزريعه الكتان. هذا معناها يتباع وحده، هذا وحده، هذا وحده. فوالا هذا السيغام توا عندنا سيغام في بيبز بالله، بدلنا لومبلاج ايطاليان هذا. والاسكارغو نكملوا زاده كيف كيف اللي عندنا هذا الستوكاج، ومش يولي الاسكارغو
اللي هو هكا كان قبل هو هكا وانا نحبه برشا لومبالاج هذا دونك رجعت لومبالاج هذايا يكون ان شاء الله بروشينمون زيد سوغ مارشي هذونا لي زومبالاج جدد اللي عملناهم مش العباد دوكا يعرفوا كي راهو لو برودوي دو توتي فاسون الكل مكتوب عليه بموغ الطبيعي ومكتوب عليه صنع في تونس والادريسة والتليفون وكل شيء موجود على لومبالاج هذا معناها القانون من وزاره التجاره فتكتاش. اللي تقول لك يلزم في التيكتاج يكون محطوط هذا الكل يلزم العباد تعرف سلمة منين تشري كما سمعت برشا كوارث قاعده تصير على لي برودوي معناها العباد تشري سوغ انترنت وشراو واستعملوا راهو يلزم تعرف منين تشري احنا برشا عباد ممكن كل مره يتفرجوا فينا جدد اللي هوني سي اون سوسيتي تونيزيان بلو برودوي تونيزيان معناها حرفي معمول الكل بالقطار وبالرحى وبال معناها الكل تراديسيونيل باليدين ماهوش بالماكينات دونك فوالا معناها هذايا اللي حبيت نقولوا باهي وانا حبيت نقول على تليفون على مدام خليك تكمل حبيت نقول بونجور مدام ضحى بونجور شحوالك عسلامة شحوالك انت مدام مدام الوغ استعملت البرودوي بيموغ احكي لنا والله انا في حاله عشق وغرام بلي برودوي بيمو ايوا شيء كبير بالحق فهمتني خاطر انا استعملت لاجام بيمو كاين مدام منيا غزاي تعمل سلطه تو ناخذها معليها خذيت سلطه دونك خذيت الكريم نتاع الليفت خذيت الكريم اللي بالاسكارغو بالباب ديسكارغو خذيت ليكران خذيت لونتي سيرن خذيت لو ميسيلير القماش نتاع الفاريس نتاع الروماتيزم كل شيء وكلهم عطاو مفعولهم مدام والله كلهم باش تحب نديك عايشه فريمون تعرف صدقني اللي يعرضني ساعه يزون معناها نحكي لك اقل حاجه صارت لي اليوم كوليغا موا جيت عندي مده ما قابلتهاش انا غوماركي لا ديفيرونس في وجهي معناها بال لا جام انا سميتها لا جام بيا زردي سلمى معناها انا غوماركي لا ديفيرونس قالت لي توا عطيني لادغيس شنو مشيت للطبيبه عندي اليرجي في عينيا الطبيبه قالت لي بون باغمي الحاجات اللي تقلق راهو ليكرون قلت لها لا ليكرون راني بديت نستعمل في ايكرون ناتوريل قالت لي ابو وي الو نسمعوا فيك مدام اوكي قالت لي ما فماش ناتوريل قلت لها سي نستعمل في بيمول الطبيبه في عود تعطيني بان عينيا وليت نعطي فيها انا في لادغيس معناها فريمون تيلمون حاجه هايله بصراحه الباريز زاد كيف كيف هايل برشا ونتاع الروماتيزم اللي هو انا ما عنديش روماتيزم ما عندي تونزينيت اللي هي التهاب في العلب داويت عملت لي سيونس نتاع الكيني نتاعي معناها برشا كل شيء بون تحسنت مش لدرجه انه 100% جربت الدواء بلوتو الكريم نتاع الروماتيزم نتاع بيموك فريمون سيتي تري افيكاس حقيقه عملتها وتدني انا بعدها صفر معناها وفيه برشا ماشي على الساقين صدقني جي في دي كيلومتر بار جور وفي الليل نعمل الكريم ما شاء الله ما شاء الله معناها حسيت بفرق كبير 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 فريمون جو سوي ترو ساتيسفيت ميرسي بوكو مدام ضحى يعطيك الصحة ميرسي بوكو فوتخ تيمونياج مدام ميرسي بوكو مدام منيا باش نسلك هي حكيت برشا على ليكرون باش نرجع نسلك على ليكرون نقول لك الأغلبية نتاع الناس ياخذوا ليكرون كيف الصيف ولا قبل ما يعرسوا وي تي ليكرون شنو اللي فيه وكيفاش بون احنا ليكرون هذا اللي هو فيه الكولاجين وفيه البودغ دوغ وفيه الواقي الشمسي هو ديجا الصبار ولا الافوكاد ديجا هما فيهم ماتيات او في من عند ربي دونك هذا اللي هو يستعمل كان مره بركه في النهار ما يقعدش معناها كل ساعتين وان بلوس يعطي نظاره كبيره للوجه ويعطي شد للوجه معناها يعطي يعمل ثلاثه حاجات وحتى اللي معناها ما تنجمش باش تشري ان انتي غيد ولا حاجه تنجم تشري هذا ووجهها معناها يعطي افي طياره على الاخر. باهي ونجموا نعمل فوق المكياج ولا هذا كله احنا ريت المنتوج دره اللي عندنا الكل لي زونتي غيد الكل داير حتى يجوني في صفاقس يجيو برشا ماكيي تقول لي احنا ريناك في التلفزه مع ريم بنا ولا مع ولا كاهنه لي موديل اللي خدمتهم اللي يستعمل فوق المكياج ينجموا يعملوه زاده فوق المكياج دي
فوا تلقاها غدي برشا وخذت البرودوي مش باش معناها نهارتها عندها سهريه ونقول لها اعمل البرودوي واعمل الفوندوتا وفوق تنجم تعمل لا كريم سوسوا سيروم ولا ليسكارغو ولا لولي ليف تنجم تستعملهم فوق المكياج ويقعد الوجه بيان انتيغي دايور انا توا عملته فوق المكياج. باهي عندنا تليفون مدام لطيفة. صباح الخير مدام. صباح الخير فاطمه. اي مرحبا. عايشك لاباس عليك. الحمد لله عايشك مدام لطيفة. استعملت البرودوي بيموك؟ اي احكي لنا. مشيت لمدام منيا واستعملت البرودوي نتاعها برجولية يعطيها الصحة يرحم والديها. عملت نتاع سقايه خديت نتاع ليفاريز نتاع سقايه وخديت نتاع المفاصل وخديت زاد لبنتي وخديت الوجه زاد نتاع عندي بوانوار في وجهي الكل وصفا الحمد لله يا ربي. وخديت زاد لبنتي لشعرها زاد نصلي على النبي شعرها ولات زاد طويل ومحليه ولا مزيان. وخذيت الولدي نتاع الرجيم زاده. سي بيان. والحمد لله يا ربي. بربي سامحني مدام جوست باش نسالك البلانت نتاع الرجيم قداش شدتك؟ والله صدق الولد نتاع ولدي. اي. نتاع الرجيم والله صدقني ما استعملهاش برشا خاطر بما انه هو يخدم. فهمت؟ معناها ما عندوش وقت. ساعات يروح مخر معناه ما يشربش فهمتني. وما وخذيت البوماده الكرش وكل ما صدقني حتى شهر ما عملش وفما نتيجه الحمد لله يا ربي صدقني معناه خير من قبل بالكدا بالكدا والله العظيم. يعطيك الحمد لله يعطيك الصحة. ميرسي. انت مدام منيا سألت سؤال على خاطر تحب تقول لنا قداش فيها الدوز. نحب نقول لهم اللي هذه راهي البلان خاطر ثم غومارك نتاع كليون. فوالا احنا نقولوا اللي هي تشد شهرين ثم تنجم تشد شهر ونص مي با موا. هي فيها 35 دوز 135 135 دوز بالمغرفه اللي احنا نعطيوها. الكليانت اللي خذيتها تغشت علينا على خاطر هي شدتها كان 15 يوم احنا وفيو المغارف ما عطيناهاش المغرفه وهو راهو انا المغرفه نعطيها ان بلوس. هي مغرفه صغيره المغرفه نتاع الكلاس اي وتاخذ شطرها ديجا. دونك نحب نقولها هاو قدام الناس الكل على التلفزه في اللي احنا ما عطيناكش المغرفه يا مدام وهي شدتك كان 15 يوم تجي وتاخذ بلانت كادو من عندنا مش تكمل التريتمون نتاعك هاكا مش ما نغشوكش هاكا قلته لك في التلفزه اونديريكت. اما راهي هذيا تشد فيها 135 دوزه وتو نعطيك المغرفه وكايل وحدك. اما راهو عندك كادو هذه تجي تاخذ واحده من عندنا في اللي احنا فتنا الله غالب المغارف. دونك تجي تاخذها هي ومغرفتها. مدام منيا برشا يبعثوا لنا مساجات حتى على الكونت نتاعنا معناتها تقول لي كيفاش تعملها هذيك. هي تاخذها اشتر المغرفه نتاع الكلاس هذيك الصغيره في كاس ما يغلي دوب ما يزغل وتدفي عليه الغاز تخليها تتخمر بعد الفطور والعشاء تصفي وتشرب. هو دو بريفيرونس بعد الفطور خاطر تعملها قبل الفطور والمعده فارغه تنجم معناها واحد اي حاجه حتى كان تشرب كاس تي قبل الفطور يقلقك. دونك دو بريفيرونس ياخذوها بعد الماكله ويشربوا معاها برشا ويشربوا معاها ايترتين ماء على الاقل. تنجم تشرب كاس ماء سخون على الخوي حتى اللي ماهوش ياخذ في البلان ولا واللي ياخذ في نص باكيت في الليل ينجم ياخذ ربع هكا هاو. والبلانت راهو ثم شكون احنا راهو نقولوا زاد خذها قبل الفطور ولا قبل العشاء هي راهي تحرق اكثر. دونك انت وشنو اللوغو اللي تنجم تعدي على خاطري ماك تعرف على الاقل حاجه انت قلت. اي لو كان مش العشبه هذيك راني حبيبه لقش بلاصه بحذايا بصراحه من الاخر. جيبوا دو كاميرا وقتها. بربي دره انت قداش نقصت؟ انا راني ما نحبش نقول بالضبط اما فما حكيت 21 19 كيلو. كان انا حد 30 وانت 5 18. ما راهو مش نقول لكم راهو بالتدريج معناها شنو؟ معناها اول مره خذيت العشبه فما حكيت 7 كيلو ارتحت معناها قعدت نشوف الماء وقعدت نقص شويه ومن بعد مده تعدى الصيف رجعت للشتاء عاود تقابلتها خذيت واحده اخرى زدت نقص معناها مش الكل فرد مره. وخانسه قالت عامين قعدت عامين على خاطر عملت بلوكاج وهذاك لا سيزاريان والكل وهي حبت كاهنه بقلي شدت الصحيح حطت
وانا اللي قبلهم الكل راهي كاركوين اللي هي ضعفت اول وحده فيهم اللي كاركوين حطت روبا في بيتها نتاع 42 يظهر لي وواحده 36 وصلت ل 36 في عام. كاركوين ما كانت. عندنا سي حسين معنا في التليفون. صباح الخير سي حسين. عسلامة مدام. شنو احوالك؟ الحمد لله يعيشك ربي يفضلك. الحمد لله. سي حسين استعملت لي برودوي بيموغ احكي لنا. اي مدام انا استعملت برودوي بيموغ مع مدام غزيل تو عندي صافي تو عندي سيس موا معناتها من اللي استعملته. شنو استعملت شنو شريت بالضبط؟ كنت ربي معناتها برودوي سي تري افيكاس بصراحه. شنو استعملت انت؟ والله انا كانت عندي معناتها صدفه فيا ما بين ايدي معناتها اليسار وعندي في ساقي معناتها كما قلت معناتها دوز انا فهمني وخفت برشا معناتها على ايدي وساقي بصراحه مشيت برشا مرات معناتها حتى الكليبه الجليه زرار قحره باش زرار قحره باش معناتها تصحي بالوقت بعدك ان كمل تريتمون ما فهم حتى ريزولتا ما كذبش عندي المهزمة نتاعي تبع الامور مدام غزيل برشا في الحكايات هذه ومشجعتني برشا باش نتعامل مع مدام غزيل بصراحه. فهمتك والحمد لله. الحمد لله رب العالمين تو معناتها الحمد لله نحس روحي معناتها سي تري بيان معناتها لاباس. خير معناها تنحات لك شويه صدفيه ولا مازال شويه ولا؟ والله ما دامت نحالي براسك بقيمة 90% الحمد لله. خاطر مازال لي دو موا انا عندي تو 6 موا ما هو طريت موا نتاع 8 موا استعملت 6 موا 2 موا مازال اون اتوندو مي معناتها الريزلتا بالنسبة لي انا سي تري افيكاس بصراحة نشوف الايديا ارتاحت اللي باش نكملوا في التريتمون سي ديجا سي كونفيرماسيون معناتها فهمت الريزلتا اما انا سافا سي تري بيان الحمد لله. يلزمك تكمل سي حسين. الحمد لله ربي معناتها واش فاهم ربي سبحانه نصيحه ومعناتها وهذه معناتها اسباب. وي. مدام الزين ربي فضلنا البرودوي بصراحه ماهوش رمي ورود يا مدام باش نبدو واضحين. وي. معناها ماهوش رمي ورود هذه حاجه انا بالنسبه لي انا بيرسونيل ومفرحتني برشا. صح. ميرسي يعيشك سي حسين. يعيشك سي حسين ميرسي. الوغ. الصدفيه اي هو تو سامحني يا حبيبه بركه هو يقول لك ثم هما ثم بوماذا هي بوماذا فيها كورتيكويد دونك اذا بها تتنحى وبعد كي بطل تعاود ترجع هي صدفيه احنا اون تريت سا دو لانتيريور احنا نعطيو اعشاب اللي هما يقويو لومينيتي دونك ما نعطيش بومادات نعطي كان دي بلانت اومينيتير دايوغ هو سي سكي لابخي واللي نعطيو كيما اللي نعطيو للبرص كيما الصدفيه كيما الثعلبه بون الصدفيه ثم عباد اللي عندهم في شعوراتهم احنا نزيدو نعطيو الزيت اللي بال ايفي كيراتين وفيه نواة كوكو فيه سبيرولين فيه المورينجا معناها يزيد ينحي الصدفيه من شعر خاطر برشا تقول لك عندي القشره وهي هذيك ماهيش قشره خاطر احنا اون ابيل التبريه كانك الجويده هي هذيك احنا نقولوا لها قبل التبريه اللي عنده قشره خشينه هذيك راهي صدفيه وبرشا عباد اللي قاعدين بها ديزاني وكي جاوني الحمد لله كلهم تنحات. الحمد لله. سؤالي هو صدفيه هي ماهيش السفره؟ لا السفره هي سيليكزيما والصدفيه هي سيليكابتوريازيس. السفره عندك دواء عندها برشا البوماد نتاع قاعدين يسالوا عليها مدام هذه البوماد نتاع السفره دونك واللي يشك معناها اللي هي سفره ولا صدفيه نقول له ابدا بهذه شوف دي سي اموا كان معناها رجعت لك تجي وقتها نعطيو يا مورينجا ولا نعطيو الهندر بلوس اللي هما دي بلونت ايمونيتي دونك والناس اللي ما نعرفش انا عندهم البرس معناها كيف البرس نفس البرس للصغار نعطيو توا المورينجا على خاطر ستان اليمون كومبليمونتير فيها برشا فيتامين فهمت نحطوا لي فيتامين ساعه في البدن ونعطيوهم الماكله نقول لهم ان بلوس يزيدوها دونك والحمد لله الحمد لله اون دي تري بون ريزولتا يا ربي الحمد والشكر ليك فريمون انا فرحانه دره تفضل لا باش ديما انا ما بين المورينجا والهيلث بلوس هما زوز نتاع مناعه ايه. اما يظهر لي فما حاجه تعطيها للصغار وحاجه ما تعطيهاش للصغار هذا الجانسينغ ما نعطيوهوش للصغار وما نعطيش للي عنده تنسيون وين المره اللي فاتت وافيك سا راهو توا اللي عنده تنسيون خاطر انا نعمل عليه كخوا ونبعثوا للطبيب والطبيب يجاوبني افيك سا توا الطب كلهم اللي بعثت لهم انا معناها العباد اللي جاونا اللي يقولوا لي ينجموا ياخذوه سان بروبليم دونك انا ديما نحب العبد يبدا هو مطمئن واحنا مطمئنين دونك افيك البلونت ثم لا كريم اللي هي كيف الضعف
ترخف بالمجد معناها لي ريزولتا اي سون فلاغرونت بها تما لي زونتي تاش لي زونتي ريت اللي تسمن هذيا بون بور لو مومون لقينا ريزولتا في 2 كيلو الحقيقه نتاع ربي باغ سومي معناها عندك فوالا 2 كيلو باغ سومي هذا بور لو مومون العباد اللي زادوا على خاطر توا وهذايا زاد كيف كيف راهي فيها البسيسه وفيها الحلبة أما ماهيش بينة اللي فيها الحلبة على خاطر مخدومة بحاجات أخرين وثم دي بلانت اللي هما يسمنوا البدن خاطر احنا توا مكتوبة لهنا بسيسة وكليان جات وقالت كيفاش مكتوب فيها البسيسة هي فيها قداش من عشبة والله نقصي وراهو راهو كل شيء مكتوب سمعتها ما فيها البسيسة ليه قالت كيفاش تعطيوني البسيسة وهي سومها هكا محطوط عليها قالي 60 دينار فيها دي بلانت اللي هما غاليين وقالت كيفاش تعطيو وعملت فضيحة قد باش القبور وانا في موريال فريمون سي با جونتي خاطر احنا كشركه عندك حاجه اوقع تمشي تشكي امشي اعمل اي حاجه احنا كشركه ما تجيش تعمل لنا الشوا وان بليس كاتبين اوراق معناها ثم لي زاناليز نتاع لي برودوي ثم اوراق ثم اون رومبورس با انت هزيت البرودوي خرجت بيه انا ما نعرفش عليك شنو اللي تحط لي فيه صحيح. اي برودوي معناها انا ما نعاودش ناخذ البرودوي دونك ثم حاجات اللي نقولوهم الكلهم محطوطين في السنتر معناها يفو ريسبكتي سا باهي مدام منيا معرض سوسه معرض سوسه احنا حاليا في معرض سوسه اللي مش يقعد 10 ايام وصفاقس اللي ما خلطش علينا لو 17 بون احنا قلنا لو 18 باش نبعدوا على الاكتظاظ والخاطر ديما فوالا يبدا العشيه هو احنا اللي حاب يدخل يدخل العشيه يبداو يحلوا الباب دونك جماعه الصفاقس اللي ما خلطوش مش نرجعوا ل 31 جانفي لصفاقس حاليا السنتر محلول راهو تو لي جور سوف ديمانش من 9 ل 6 نتاع العشيه فوالا معناها راهو حتى باقي التليفونات راهو على لادغيس راهو تخلي جامع على اليسار تمشي طول تلقى قهوه الدور على اليمين الثاني دور على اليسار ثاني دور على اليسار سي تري فاسيل اما العباد باقي ضايعه والعباد باقي ما لقاتش المقر الدره تضحك على غالي. انت ما جيتش دادو تعطي في لادغيس. لا. دوك التليفونات نعاودوا نذكروا بهم. دوك سامحني والتليفونات فاطمه راهم برشا اكتظاظ راهو مش معناها تعاركني تجي خاطر انا ما نهزش عليك التليفون انا ما نعرفكش انت شكون راهو احنا اوني لا بور ساتيسفير تو الموند وانا هوني في التاسعه ونعطي في التليفونات رانا شركه ونخدموا نحبوا نخدموا على روحنا راهو مش معناها مش ما نجاوبكمش في التليفون دونك 98 200 0 23 29 0 31 صفر 32 22 341 341 24 355 صفر 31 دونك هذونا الارقام مرحبا بكم الناس الكل حابه نقول للمدام نجوى اللي جاتني صغيره وفي بالحق في حاله مزريه على الاخر وكريتني كيفاش قعدت في القاعه ونمزد لها في ساقيها وتلمو المراه تبكي وموجوعه وبالحق راهو ثم حالات اللي يخليوك تخرج من راهي الانسانيه انا عندي الانسانيه قبل كل شيء نحب نقولها ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله يا ربي تطلبنا في بروشينمون والله حتى نمرها خساره ما خديتوش كان تسمع فيا تبعث لنا نمروها وحب نقولها يا ربي يا مدام نجوى انت مزيانه وان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله ربي يشفي المرضى الكل والناس الكل ومرحبا بكم الناس الكل. ميرسي بوكو مدام منيا احنا ظلي وقيت على الحيط امضاء زميلتنا منيا الحرزي. عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة على أهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليومات. الأخبار الأولاني جينا في مقطع فيديو المواطنة كبيرة في العمر مطيشة قدام دار بحذا كود سرمل والعباد دايرين بيها فيها البرد ابن يقوم بطرد أمه بسبب وسخ دار الدنيا حسب إفادة واحدة من الجيرة وتقول أنه بعد ما قام الابن بالتحايل على خوه قام ببيع دار خوه اللي متوجدة فيه والدته وخلى أمه مطيشة في الشارع رغم أنه الولد حسب إفادة الجارة ماهوش مستحق للفلوس وأنه مرتاح مادياً. التفاصيل والحقائق ممكن تختلف من إفادة الأخرى لكن عمرنا ما نختلف في حقيقة أنه ما فما حتى مبرر وحتى سبب على وجه الأرض يخلي الإبن يعامل أمه بالقسوة هذه وإلا يطردها ويلوحها في الشارع.
الخبر الموالي يحكي على وجه من معاناة الفلاح. المقطع الواحد من الفلاحين اللي يورينا فلاحته في الطماطم وهي قاعدة تشيح وعلى وشك الهلاك، وهذا بسبب نقص المياه. بطبيعة الحال ما يخفى على حد الارتفاع المتزايد لأسعار الخضر هاليامات، وبطبيعة الحال زادة هذا مرتبط مباشرة بمعاناة الفلاح باش يوصل يجني محصول فلاحته، بداية من كراء الأرض لاستغلالها للمعدات لكل المصاريف اللي يتكبدها الفلاح. ومعاناة الفلاح هذا مثلا أبرز دليل على معاناته اللي تشبه المعاناة المواطن اللي حقيقة تعبته أسعار الخضر المرتفعة. الخبر الموالي جينا من مجرين، وين مجموعة من الشباب واللي اختاروا تسمية الخلية العالمية ببن عروس. الشباب هذم يقوموا ببادرة حلوة وهي تنظيف درج مجرين، والصور تظهر لنا الحالة المزرية اللي كان عليه الممر هذا، وبعد التنظيفات اللي قاموا بها يظهر جليا الفرق اللي أحدثوه. في كل مرة الشباب يفاجئونا بالمبادرات اللي كيف هذه واللي تعودنا بها تقريبا، من تحسينات وتصليحات للمدن وللأحياء وتنظيف الشوارع، وهذا اللي خلينا في كل مرة نتأكدوا أن تونس ما تقف على ساقيها كان بأولادها. دونك هذه كانت أخبار على الحيط، رأيكم البنات؟ أنا باش نحكي على مجرين وعلى شباب مجرين وعلى شباب تونس اللي مازلنا كيحتفلنا بثمانية سنين ثورة، والناس يقولوا اللي ما عملنا بها شيء، اللي عملنا بها برشا حاجات لفت اللي نلقاو شباب واعي كيف هكايا، والشباب اللي قاعد يحسد من البلاد هذيا بالحاجات القليلة والبسيطة اللي عنده، قاعد نشوفوا في برشا تصاور خايبة في تونس لكن نشوفوا في برشا تصاور تفرح. دونك الشباب هذيا اللي حسن مدينة مجرين ماذا بيا لو كانت تتعمم، ولكن هما شابو با اشاك فاج لو دي، يعطيهم الف صحه، مش من مهامهم ولكن يعطيهم الف صحه، ولكن ماذا بينا زادا البلديات ماذا بينا قلت التام نتاعي ماذا بينا البلديات دونك ينجوا على منوال شبابنا. فوالا اي حكيت على اكزومبل الباهي الفاس الباهي نتاع الشعب التونسي اولادنا، انا باش نحكي على الفاس الاخرى المظلمه طفيليات اللي ماهمش عباد. اي انسان ينجم يقدر قلبه يلوح امه ولا ابوه، راهو ماهوش انسان هو. حتى الحيوانات تشوف فيهم كيفاش على اولادهم ماهم اي الحكايه راهي ماهيش تابعه معناها تطور ولا. لا هو فما ناس هكاك هما ملعونين من ربي ومن عباده. انسان عنده ام وابوه، واحد يقول لك واحد يتشهى فيه والاخر يلعب به. الناس الراجل هذايا ان شاء الله ربي يجيبوا صغار، ان شاء الله يكون عنده صغار ويرجعوا له الشيء هذاك باش هو يحس. وي دونك بقى لي انا باش نحكي على الفلاح، بما اني انا بنت فلاح ومن منطقه فلاحيه، دونك باش نحكي على الفلاحه فاش قاعدين يعانيوا وفي تونس الكل مش في الكابون برك. فما نقص ماء معروف، فما الطبقات معناها ساعات المالحه هي اللي سيطرت على طبقه الماء الحلوه، دونك الفلاح ولات المحصول نتاعو يشيح في ساعه ويفسد. دونك عندنا مشكله نتاع تصدير نتاع اي منتوج ممكن في تونس قاعدين ننتجوا فيه، فما برشا مشاكل نتاع تصدير دونك، والمبيدات والغلاء الاسعار والترويج والاحتكار، هذا كله داخل في حياه الفلاح اللي ساعات شفناه برشا مرات ساعات يطيش المحصول نتاعو، راهو مش يطيش على خاطر كفر منه، لا على خاطر بالحق وكانه ما باليد حيله، راهو انا قاعد ننتج ومن بعد ما نلقاش مردود ولا ما نلقاش ناس تاخذ من عندي المنتوج هذا، وفما شكون يحتكروا يبيعوا بالغالي ونقعد انا متورط. دونك ماذا بينا وزارة الفلاحة تهتم أكثر بالفلاحين وبمشاكل الفلاحة؟ دونك البنات يضحكوا عليه خاطر كل مرة نحكي على وزير، مرة وزير السياحة مرة وزير هذول، ذاك هي خدمته معناها مش كل ما يسمعوش مني يسمعوش عنها هي الوزراء. دونك ما فهمتش أنا هذاك هي ما شكون تحكي كان مع المسؤولين الحكومة وخايتي الحكومة وخايتي صحيح. دونك نرجع واحدة هي مرحبا بكم فاطمة ومرحبا بضيوفنا، أنا ما غير تعليق ما عندي ما نعلق على الحالات هذوما، خاطر فريمون عبد قلبي يوجعوا يقول عملنا ثورة باش نتحسنوا، أخي عملنا ثورة باش نرجعوا بالتوالي. أنا فاطمة هاو الشربة نتاعي هنية نسقيها في وسط الكسكاس نتاعها، ناخذ شوية من المرقة، هي مرقتها تغلي وأنا نجي فوقها ونسقيها بشوية بشوية نتبعها حتى لين الطيب، وهي مفورة معناها شربة مفورة على بزو معناه كما تعرفوا، كما نحطها هكايا ولا صبيت لها أربعة لوشات من السقا متاعها، نحركها في كسكاسها نخليها تزيد تفور، وساعة ساعة نزيدها لوش ولا اثنين حتى لين الحبة متاعها تطيب كاملة وتولي طرية، وقتها نحيها من النار متاعها وكمل نسقيها ونغطيها ونخليها.
هذه الشربة حبيت نوريكم شنو باش نعمل في السلطة نتاعي اللي هي سلطة الجنارية. قلت لكم سلطة جنارية نية وقت جنارية هاو فاطمة نقصها جويدة على الاخر، نقصها لامات جويدة. انا قشرتها وحطيتها في شوية ماء وقارص وملح، الماء وقارص الملح ما يخليوهاش قلبها يكحال بالكل. نقصها جيدة جيدة لامات نتاع مليمتر ولا مليمتر ونص باش تبدا هشوشة في الماكلة وتبدا بنينة، ويدخل في وسطها الفح اللي باش نحطهولها. انا قصيت معدنوس وبصل جوية حطيته من لوتها تحتها، عصرت عصرة قارص باش ما خليهاش تصدد ما خليهاش تكحال، خاطر راهو اكل الاحمر اللي يخرج يكحل على الجنارية راهو يقولوا صدد، خاطر فيها برشا حديد وفيها برشا منافع نتاع حديد، هذاك علاش نقولوا تصدد. كي تكحال معناها راهو الفيتامينات تاعها خرجوا على برا. نحط شويه زيت زيان ونخلطها ونخليها ترتاح نص ساعه ساعه. احنا وقتاش باش ناكلوها تلقاوها سايبه روحها وترخفت وتولي سلطه بنينه، سلطه من سلايط النيين المشكيين. جربوها وتشوفوا المطعم تاعها قداش بنين وقداش هي معناها منفعه، وما نستحقوش لا نطيبوها الجناريه نتاعنا لا حتى شيء. تقعد بالنهار واثنين في الفريجيدار من تجبدوها تاكلوا منها تلقاوها كاني تقصت توا. هذه فاطمه سلطتنا، ومن بعد نرجعوا للسابلي اللي باش نعجنوا. صحيح شافت هي سلطتنا، هذيك هي سلطتنا باش ناكلوها من بعد. دونك سعداء باستقبال سي خالد مقرون، هو احد اعضاء روتاري كلوب تونس المنزه. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. صافا بخير الحمد لله. دونك سي خالد باش نحكيو على الاكسيون اللي عملتها روتاري كلوب للصغيرات اللي باش ترجعوا لهم الضحكه نتاعهم والابتسامه. دونك كان تحكينا على الاكسيون هذه. بالطبيعة احنا ساعة باش نجموا نعملوا لاكسيون يلزمنا امكانيات. بالضبط. دونك نعملوا تظاهرات ثقافية باش نلموا الفلوس. دونك سوا بياس دو تياتر دو سينما، عدة تظاهرات باش نلموا الفلوس. دونك عندنا تظاهرة باش تصير في التياتر المونيسيبال تاع تونس والأوركستر سامفونيك دو كارتاج. نهار 30 جانفي. نهار 30 جانفي على الساعة 7:30 19:30 في المسرح البلدي. دونك في المسرح البلدي فوالا. دونك إن شاء الله اللي باش يجي منه باش يتمتع بالأوركستر سامفونيك ويعاون الجمعية باش نقوموا بالحملة هذه، نقوموا فيها كل عام باش نعملوا عمليات للوليدات اللي عندهم تشوه خلقي. هو اسمه معناها البيك دو ليفر بالسوري، ما نعرفش بالعربي ما معناش الشفة الأرنبية ولا حاجة هكا. حاجة كيك أرنبية. شفافة تلقاها مشقوق في الثوم كيما. يسموها شفة خف الجمل. دونك ما عندهاش تسمية سبيسيفيك. مي توت فاسون هو الشفة تبدا مشقوقة، الغب يبدا مشقوق، فما اللي يبدا عندهم شق واحد، فما اللي يبدا عندهم دوبل فونت، فما اللي يبدا عندهم الغب محلول، فما الفونت توصل حتى للعين، فما الوليدات معناها. دونك ناخذوهم هما ملي صغار معناها ديجا بيبي 8 موا 10 موا. دونك احنا نقوموا بالحمله هذه عندهمش امكانيات بالطبيعه. دونك على برتونس الكل يجيونا من الولايات الكل. دونك نتلموا الكل في سوسه، دونك في سهلول. دونك توسا في 10 سنين نعملوا فيها في المستشفى الجامعي تاع سهلول. دونك عندنا باش تصير السنه من 10 فيفري ل 15 فيفري. دونك نهار الاحد يتلموا الناس الكل اللي يجيو من برتونس الكل معناها الوليدات الصغار والام والاولياء بالطبيعه، وتصير الكشوفات نهار الاحد. فهمت. دونك نعملوا من 120 ل 150 طفل تقريبا. دونك وبالطبيعه الطب دونك باش يشوفوهم كل الاولاد الكل ويقيموا شنو هو اللي باش يعملوا له شنو اللي يعملوا. اللي هما طب توانسه ولا مين؟ عندنا ايكيب تجينا من جابون. استاذ وكات تروا شيروجيا ماكسيلو ومعاهم انانستيزيست دي فوا جيو اون ولا دو انفيرميير. دونك سي توت اون ايكيب جابونيز. دونك يجيو هما ويجيبوا معاهم تو سكي زون بوزوان à utiliser في البلوك اوبيراتوار. لو كونسومابل الكل معناها اون لور دون ان بلوك اوبيراتوار ويخدموا على رواحهم.
دونك تصير كالتقسيم تاع الوليدات اللي باش يعملوا العمليات دونك على الجمعه هذيك الكل. دونك يا اون ايكيب جابونيز، اون ايكيب فرونسيز، اون ايكيب تونيزو امريكان، اي ليكيب نتاع سهلول بالطبيعه، سون كاتر بلوك اوبيراتوار كي فون ترافايي توت لا سومان. دونك احنا بالطبيعه الوليدات هذوما اللي باش يجيو من اقصى الاماكن في بر تونس، دونك ناخذوا نعمل عندها اقامه باش يسكنوا فيها، نخلصوا لهم التنقل نتاعهم، دونك وبالطبيعه العمليات الكل مجانيه. يعطيكم الصحه. دونك شكر كبير للجامعه المستشفى الجامعي بسوسه، وسورتو الاداره نتاعهم، عندهم اداره الا معناها سهلت برشا العمليه هذه، وهيك علاش تولينا براتيكمون 10 سنين نعملوا فيها في سهلول، على خاطر الاداره مسهلت لنا، وبالطبيعه زاد سوسه اسهل لنا في الشتاء بالنسبه لل. عندكم برشا دي زوتيل واقرب معناتها هي في الوسط جاي، دونك الشمال والجنوب يجي، وبالطبيعه في شهر فيفري زاد على خاطر الاسوام تبدا اقل للطب الكل اللي باش تجينا من. سي خالد قداش معناها من صغير باش يستنفع بالعمليه؟ قلت لك احنا يشوفوا من 125 لا كاباسيتي دي بلوك اوبيراتوار في كل بيريود هذيك ما نجموش نفوتوا ال 45. اي هي مكلفه العمليه الواحد برك مكلفه. بالطبيعه مكلفه كان باش تعملها في البريفي شيء كبير. دونك احنا كل شيء باش يتعمل بلاش. احنا الطب اللي جينا من الخارج بلاش، سي دي بونيفول. السبيطار زاد الطب نتاعنا احنا نتاع دونك كل شيء بلاش. قلت لك حتى اللي يجيو نخلصوا لهم حتى الترونسبور نتاعهم، حتى الاقامه نتاعهم، ماكلتهم في سوسه، كل شيء يخلصوا لهم. يجيو ولدو. انا والله ما عنديش سؤال، سؤالي هو كان باش يكون كيفاش باش نختاروا الاشخاص هذوما، معناتها لي كا هذوما كيفاش يتم الاختيار تاعهم؟ كيفاش يتصلوا بكم؟ كيفاش يتصلوا بكم؟ يتصلوا بينا. هو عندنا بالطبيعه نعملوا احنا مع لي راديو لوكال كيما الكاف، قفصه، تطاوين، ونحكيو معاهم على الوحده هذه، وعندنا بالطبيعه هما يتصلوا البوليسكريبسيون العباد اللي تسمع ويبدا عندهم صغير مثلا عنده التشوه، يتصلوا بالمستشفى الجامعي بسهلول باش يتقيدوا. فما دي كريتير سي خالد معناتها اللي عنده مشكلة؟ لي كريتير ينجدوهم هما شنو عنده باش يعرفوه اسكو سي تابع للماكسيلوفاسيال. ما في حالوش. احنا ناخذ ولا ما في حالوش، ما عندوش امكانيات بالطبيعه، خاطر احنا باش نخلصوا له كل شيء، خلصوا ما عندوش حتى امكانيات وباش عنده حتى الترونسبور. التليفونات يتسلفوا هما، يتسلفوا الفلوس باش يجيوا لسوسه باش احنا من بعد نعطيوهم على وبالطبيعه هما معناها تعرفت الحل هذه ويعرفوها كلهم يعرفوها في فيفري، واحد قال الواحد، واحد قال الواحد، دونك براتيكمون بر تونس الكل يعملوها. تليفونات؟ عندنا التليفون هو الموجود في الافيش نتاعنا 56 65 00 53 56 65 00 53. هذا عندنا ديزافيش زاد نلصقوهم في السبيطارات الكل، دونك باش العباد تعرف وقتاش البيريود نتاعها. عندنا ديما احنا ديما في فيفري من 5 لا لا دو 10 او 15 من 10 ل 15 فيفري. جينيرالمون سي لا دوزيام كانزان دو فيفري، وهما سي لي شيروجيان كي ديسيدو دو لا دات. سي خالد روتاري كلوب معناتها معروف معناها في تونس اللي هو يعمل في برشا اعمال خيريه، ونعرفوا معناتها حتى التمويل يجيك من التبرعات، وحتى المنخرطين في روتاري كلوب الحمد لله ربي من الناس الميسورين الحال معناها واللي يحبوا يعملوا الخير. دونك قاعدين ديما تعملوا في الحكايه هذه نتاع لي فونت وكهو الا انت والكلوب؟ راهو يا بلو دو 40 كلوب روتاري في تونس العاصمه، فما فوق ال 20 كلوب روتاري. دونك كل واحد شنو يتولي عنده اون اكسيون فار يولي هو ديما يعمل فيها. فما اللي يتلهى بالمكاتب يرمم المكاتب، فما اللي باش يعمل مثلا بير بروفون كي كود دي سنتين دو مليون بور
بور فيلاج. فما اللي يتلهب الصغيرات في السبيطارات اللي عندهم لي مالادي كونسيروز اتسيتيرا. انا كل جمعيه كل هي تولي تتلهبك الحاجه وتولي هي سون اكسيون فار. احنا ولات الاكسيون فار نتاعنا هي هذه ايدي ان انفون تروفي السورير عمليات البك دو ليف. ميرسي بوكو سي خالد مكرون احد اعضاء روتاري كلوب في المنزا. ونعاود نقول لكم تمشيو نهار 30 جانفي في المسرح البلدي فما عرض اوركستر السيمفوني بقرطاج. تحضروا العرض وتدفعوا فليسات نتاع الدخول والفليسات هذوكم باش يتعاونوا بهم الصغيرات باش يلقاو ابتسامه الباقي حياتهم. دونك خليكم حاضرين 7:30 في المسرح البلدي نهار 30 جانفي. وقيت فصل ونرجعوا.